على ويست هام، فيمكن احنا جينا عشان خاطر سعيد بالرحمه. سعيد بالرحمه اللي الماتشين الاخيرين، مباراه ساوثهامبتون، المباراه اللي غلبوا فيها الاسبوع اللي فات 3-2، سعيد بالرحمه قدر ان هو يسجل هدف، والنهارده قدام واتفورد سعيد بالرحمه برده بيقدر ان هو يسجل هدف. ويست هام يونايتد بقياده مدربهم دافيد مويس عندهم طريقه لعب ثابته وهي 4-2-3-1. سعيد بالرحمه يمكن اكبر مميزاته ان هو ينفع يلعب جناح يمين، وينفع يلعب جناح شمال، وينفع كمان يلعب صانع العاب، وده اكتر حاجه دافيد مويس بيحبها في سعيد بالرحمه. حته ان سعيد بالرحمه ما عندوش حاجه اسمها مكان ثابت جوه الملعب. ماشي، سعيد بالرحمه يلعب صانع العاب، سعيد بالرحمه يلعب بالناحيه اليمين، سعيد بالرحمه يرجع ناحيه الشمال. بس سعيد بالرحمه كان عنده مشكله كبيره جدا، هي ان فكره ان سعيد بيحب يستلم الكوره وبيحب يلعب على الطرف كتير، وبيحب ان هو يخش يلعب في العمق يصوب كتير. دي ما كانتش مفيده، كانت خطيره جدا الماتش بتاع توتنهام اللي انا اتفرجت على سعيد بالرحمه ويست هام فيه، بس النهارده والمباراه اللي قبلها سعيد بالرحمه بيخش مهاجم مكان مايكل انتوني، ودي اللي بتتيح لسعيد بالرحمه ان هو يتلعب له عرضيات ويقدر يسجلها. سعيد بالرحمه من القادمون من الخلف بيقدر ان هو يسجل، انما وانت بتستلم الكوره وعلى الواقف وبتحاول تعدي وبتحاول تخش من على الطرف وبتحاول تشوط، الموضوع بيبقى مشوار طويل قوي، الموضوع بيبقى دمه تقيل، والموضوع بيبقى فيه صعوبه لانك بتواجه غابه من ثقلان المنافسين. فدي حاجه كانت بتسبب مشاكل لسعيد بالرحمه. غير ان سعيد بالرحمه لما كان بيلعب 10 كان بيواجه مشاكل، انه لعيب مهاري ولعيب بيحب يعدي واحد على واحد وبيحب يصوب، فسعيد بالرحمه كان بيبقى عنده مشكله كبيره جدا لان هو كان بيخش في العمق كتير وكان بيلاقي لعيبه كتير في العمق واقفاله، انما وانت جاي على الطرف بتدخل مكان مايكل انتوني دي بتتيح لك انك تسجل. موضوع انك تسجل ده حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لك انت كسعيد بالرحمه، لان سعيد بالرحمه كان بيتم الهجوم عليه الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بسبب لانزيني، لان لانزيني بيلعب 10 مكان سعيد بالرحمه اللي كان بيلعب بيه، اللي كان بيلعب فيه اغلب الوقت. فانت دلوقتي سعيد بالرحمه كان بيعاني من مشكله ان هو مش عارف يلعب 10، فافضل حاجه عملها السيد دافيد مويس هو انه قرر يحط سعيد بالرحمه على الطرف سواء يمين او شمال. الماتش اللي فات كان محطوط طرف يمين، النهارده محطوط طرف شمال، وقد يكون العكس، ممكن يكون الماتش اللي فات كان طرف شمال النهارده طرف يمين، عادي جدا يا اسطى، احنا بنعدل بعض عادي. المهم ان سعيد بالرحمه قدر ان هو يسجل في المباراتين، خصوصا كمان ان انت المباراه اللي فاتت قدام ساوثهامبتون كان الموضوع اصعب النهارده من ماتش واتفورد، برغم النهارده واتفورد بدا الماتش بدري، واتفورد سجل هدف في الدقيقه 4، كان الموضوع يعني خضه كده ان الفرقه تبقى خسرانه الاسبوع اللي فات 3-2 وتنزل اول كره تروح عليها في الملعب حرفيا بتلاقي ان هي تم تسجيل هدف عن طريق ايمانويل دينيس في الدقيقه 4، بس بيقدر توماس سوشيك ان هو ياخد وبيروح وبيشوط. ديكلان رايس غيابه بيكون مؤثر جدا 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 على خط نص ويست هام، بس النهارده حل المكان مارك نوبل. مارك نوبل عنده ميزه ضربات جزاء، مارك نوبل دافيد مويس مقتنع ان هو بيشوط ضربات جزاء كويس، والله هو دافيد مويس مقتنع جدا ان هو بيشوط ضربات جزاء كويس، نزله في ماتش مانشستر يونايتد عشان يشوط ضربه جزاء فراح مضيعها، النهارده ربنا كرمه بعد ما سعيد بالرحمه مسجل الهدف التاني اللي احنا قاعدين نتكلم عليه من الصبح ده، مارك نوبل قدر ان هو يسجل ضربه جزاء في بدايه الشوط الثاني علشان خاطر نبدا بقى اللي هو يلا نبدا التغييرات ويلا محتاجين ان احنا نغير ويلا سعيد بالرحمه هيغير بعد ما سجل هدف وبعد ما المباراه اقتربت من النهايه وبيقفلها في الاخر نيكولا فاليسيتش اللي نزل مكان سعيد بالرحمه في الدقيقه 85 بالهدف الرابع علشان خاطر ويست هام يطلع كسبان الثلاث نقاط علشان ويست هام يلاحق ارسنال على المركز الرابع، علشان خاطر نقعد نتفرج على واتفورد الناحيه الثانيه. واتفورد بيعاني مشاكل كتير للامانه يعني، واتفورد عنده اثنين لعيبه مغاربه عمران لوزا والنهارده كان من دكه، وانا استغربت جدا ان عمران لوزا كان قاعد دكه اللعيب زي اوزان طوفان، بصراحه استغربت جدا. وادم ماسينا قدم مباراه سيئه، ادم ماسينا كان سيء جدا النهارده يعني، الحق يقال يعني والشهاده لله، حتى صفر سكور عطياله 5.9 يعني معنى كده ان ما كانش حاضر خالص جوه المباراه. وطبعا حارس دانييل باكمان يعني هما الاثنين متشاركين اسوء لاعب في المباراه، ادم ماسينا وباكمان. اتمنى ان ادم ماسينا مستواه يرجع كويس علشان خاطر كاس الامم الافريقيه والمنتخب المغربي، واتمنى ان سعيد بالرحمه وحته ان سعيد بالرحمه بيجي جناح علشان خاطر يخش كمهاجم تاني دي السيد جمال بالماضي يفكر فيها كويس علشان خاطر ممكن يحتاج سعيد بالرحمه كلاعب فينيشر مش كلاعب بيقف على الكرة وبيستلم والكلام ده. هذه هي متابعتي لويست هام واتفورد. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ان لم يعجبك فبراحتك ابرو، هذا رايك.